حسب تقديرات الوطنية كاين تقريبا 20,000 شخص متعايش مع الجنس نقص مناعة في المغرب. أكثر من 80% منهم عارفين راسهم، لكن النسبة الأخرى مازال ما عارفينش راسهم لأنهم ما داروش الفحص، مثلا ما داروش التحليلة لو تيست دو ديبيستاج. ولو تيست دو ديبيستاج مهم جدا، لان الواحد لما كيقوم به وكيعرف راسو واش حامل الفيروس ولا لا، ولا قدر الله وكان حامل الفيروس يمكن له ياخذ الدواء العلاج. اذا الدواء ديال السيدا ماشي دواء كيقضي على المرض، ولكن الدواء كيحد من الانتشار ديالو، والشخص اللي كياخذه بطريقه منتظمه كتكون عنده صحه عاديه وحياه عاديه، ما كيبقاش كينقل الفيروس، حتى انه يمكن له ينجب اطفال اللي كيكونوا سالمين من الفيروس، بحال شي واحد مثلا اللي عنده طونسيون بحدو كياخذ الدواء ديال الطونسيون وما عندوش المشكل. نفس الشيء بالنسبه للفيروس، الواحد اللي كياخذه بطريقه منتظمه وطول الحياه ديالو كيعيش حياه عاديه، ما كيبقاش كينقل الفيروس. وهادو هما المجهود اللي خصنا نديرو الان. هذاك الفئه اللي مازال ما عارفاش راسها خصنا نوصلوا لها عن طريقكم الاعلام، نوصلوا لها هذه المعلومات باش انها تطمئن، ان الواحد ما يخافش من التحليله، ان حتى الا عرف راسو انه حامل الفيروس كاين الدواء سهل الولوج اليه في المستشفيات بالمجان موفره الدوله. وإلى الناس كلها اللي حاملة الفيروس في البلاد ديالنا كانت كتاخذ الدواء، فغادي ما غاديش يبقى التنقل ديال الوباء، ويمكننا نقضيو على الانتشار ديال مرض السيدا. النشاط هذا كياتي في اطار تنزيل الانشطه ديال المنحه الاقليميه متعدده البلدان من طرف جمعيه محاربه السيدا والشركاء نتاع العاملين في اطار هذه المنحه. كنحاولوا من خلال هذا اللقاء هذا وهذا المنشر الوطنيه كنحاولوا اننا نوصلوا للاعلام لما له من دور اساسي في تغيير التمثلات السلبيه السائده في وسط المجتمع. كما تعلمون ويعلم الجميع الان التقدم العلمي سواء في محاربه السيدا او الوقايه منها هو واحد تقدم اللي كيسمح حسب يعني المنظور الاممي انه ممكن القضاء على هذا الوباء فوق 2030. الان السيدا لم يعن ذلك البعبع او ذاك المرض القاتل، السيدا يعتبر الان مرض مزمن كباقي الامراض المزمنه يمكن التحكم فيه. للاسف الذي يقتل الان هو الوصم والتمييز الاجتماعي، ونظن بانه الدور الاعلام في محاربه الوصم والتمييز الاجتماعي السائد الذي يطال الفئات الاكثر عرضه للاصابه والاشخاص المتعايشين واحد الدور مهم. وفي هذا السياق هذا كيتجهد الندوه هذا من اجل تحسيس القطاع، من اجل تحسيس الرجال والنساء الاعلام على ضروره التغطيه الايجابيه لهذا الموضوع هذا المتعلق بفيروس نقص المناعه. وهي فرصه ايضا اننا غادي نطلقوا واحد الجائزه احسن عمل صحفي اللي غادي تختار من هنا لنهايه السنه حول هذا الموضوع، ليكون اعتراف بواحد المجهودات الايجابيه اللي كيبذلوها رجال ونساء الصحافه. اليوم نصل الى هذه المحطه في مرافقتنا للجمعيه التي ندر اعضاؤها حياتهم لمقاومه هذا المرض. وانتم تعلمون اذا عدنا الى سنه 2007 على الاقل ستعرفون حجم الخوف والهلع الذي كان يسببه هذا المرض. ومنذ ذلك الوقت حاولنا من خلال النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن نقول إلى زميلاتنا وزملائنا ضرورة الاهتمام بتفاصيل نقل الخبر، لأنه حينما يتعلق الأمر بظاهرة مخيفة وظاهرة مرعبة هنا يأتي دور الإعلام الذي يمنح الأمن للمجتمع من خلال أولا نقل الأخبار الصحيحة وعدم التلاعب بالمعطيات وطريقة معالجتها وزاوية معالجتها. وبالتالي نعتبر على ان هذه المصاحبه الاعلاميه التي تمت مع الجمعيه الى يومنا هذا اعطت ثمار ديالها. اليوم في مجتمعنا من الناحيه الصحيه الحمد لله، لانه انتقل هذا المرض من حاله الخوف والهذا الى حاله يعني التطبيع مع مرض مزمن. ولكن في نفس الوقت هناك نضج فيما يتعلق بالمعالجه الاعلاميه، هذا النضج يظهر على اننا يجب ان نمنحه نفسا جديدا من خلال الانتقال اولا الى توظيف هذه الاليات والتقنيات الجديده في الممارسه الاعلاميه لخدمه القضيه، ولكن في نفس الوقت من اجل ادخال مفاهيم اخرى في مقاربه هذه القضيه، ومنها المجال المرتبط بحقوق الانسان. يجب ان نصاحبه بنفس القدر من الاهتمام ونفس القدر من المهنيه. ولهذا تم احداث واحد الجائزه للصحفيات والصحفيين الذين سيهتمون بهذا الموضوع ويواكبونه.
أولا لأننا كنا دائما نقول بأن التخصص جيد لأنه يجعل الصحفي يكون حاضرا في كل المعطيات الدقيقة لمصاحبته، وفي نفس الوقت لتكريم الإعلامية والإعلاميين، ونحن نفتح نوافذ عديدة لأجل تكريمكم في كل مكان. شكرا لك. شكرا. الله عليك.